السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم؟ عاملين ايه؟ يا رب كلكم تكونوا بخير. النهاردة ان شاء الله هنحل شيت نمبر 21. قبل ما نبدأ كله بيقول بسم الله يا شباب، يلا بسم الله. By using the standard algorithm find the product. طبعا كلمة product ديت من الكلمات اللي لما تشوفها تعرف ان انت عندك multiply. ليه بقول لك كده؟ عشان لو شفتها في story problem، كلمة برودكت لو شفتها جوه ستوري بروبلم هتعرف انها من الكلمات المفتاحية بتاعتك وانت بتحل، وتعرف ان المسألة دي هيكون فيها ملتبلوي. متفقين؟ اول واحدة معايا 1.74 ملتبلويد باي 3.5. طيب هنبدأ من عند الفايف، وكأنك مش شايف الديسمال بوينت بتاعتك لا هنا ولا هنا. كي 5 ملتبلويد باي 4 equals 20 0 and carry up to 5 by 7 equals 35 plus 2 بقى معاك 37 7 and carry up 3 5 by 1 equals 5 plus 3 يبقى انا معايا 8. متفقين؟ اجري حط 0 في الونز بليس واشطب على النمبرز اللي انت كنت بتعمل لها carry up. بعد كده روح ابدأ اتعامل مع 3. تمام؟ 3 multiplied by 4 equals 12 2 and carry 1 up 3 by 7 21 plus 1 بقى معاك 22 2 and carry 2 up 3 by 1 equals 3 plus 2 3 plus 2 equals 5 ابدأ اعمل plus 0 plus 0 0 7 plus 2 9 8 plus 2 10 0 and carry 1 up 1 plus 5 6. خد بالك بقى، انت كده ما خلصتش. انت دلوقتي بقى ابدأ بص للديسمال بوينت اللي معاك هتحطها فين. اطلع فوق كده على النمبر الاولاني، الديسمال بوينت موجودة after two digits. انا بعدهم كده، بص ادي 1 2 وحط الديسمال بوينت، بقى هنا اتحطت after two digits. طب بالنسبة للنمبر التاني after one digit اهو. طيب 2 digits plus 1 digit يبقى 3 digits. هتنزل على البرودكت بتاعك وتعد 3 ديجيتس 1 2 3 وتحط الديسمال بوينت بتاعتك هنا. انت بتعد الديجيتس بتاعتك from the right to the left وانت ماشي كده 1 2 3 وحطيت الديسمال بوينت بتاعتي. طلع لي ايه؟ طلع لي 6.090 زي ما انت شايف. اوكي يلا اللي بعدها. ها معايا 53.28، الكلام ده multiplied by 7.9. تمام؟ هنبدأ من عند مين؟ هنبدأ من عند الناين. ناين ملتبلايد باي الايت ايكوالز 72 2 and carry up ايه؟ 7 اهي. ناين ملتبلايد باي 2 ايكوالز 18 بلس 7 يعني 25 5 and carry up 2 ناين ملتبلايد باي 3 ايكوالز 27 بلس 2 يبقى معاك 29 9 and carry up 2 9 by 5 equals 45 45 plus 2 يعني 47 اهو 47. تمام؟ ابدأ روح عند مين؟ عند 7. بس الاول حط الزيرو هنا واشطب على النمبرز اللي كنت بتعمل لها carry up دي عشان ما تلخبطكش. نبدأ نشتغل بقى مع 7. 7 multiplied by 8 equals 56 6 and carry up ايه؟ 5. حطها فوق هنا. طيب 7 by 2 14 14 plus 5 يعني 19 9 and carry up 1 7 by 3 21 plus 1 22 2 and carry up 2 7 by 5 equals 35 plus 2 يعني 37 ابدأ اعمل plus 2 plus 0 2 5 plus 6 11 1 and carry 1 up 1 plus 9 10 plus 9 19 9 and carry 1 up 1 plus 7 8 plus 2 10 0 and carry 1 up 1 plus 4 5 plus 7 12 2 and carry 1 up 1 plus 3 4. متفقين؟ ابدأ حدد مكان الديسمال بوينت بتاعتك. خد بالك اوعى تكتب النمبر كده وتسيبه، ابدأ حدد مكان الديسمال بوينت بتاعتك. بالنسبة للنمبر الاولاني اللي فوق دوت
الديسمال بوينت بتاعتك موجودة افتر، عد كده 1 2 ديجيتس، افتر 2 ديجيتس اهم، انت بتعد فروم ذا رايت تو ذا ليفت وانت ماشي كده، ادي 1 2 يبقى بعد 2 ديجيتس. طب بالنسبة للنمبر التاني وانا ماشي كده افتر 1 ديجيت حط الديسمال بوينت اهو، 2 بلس 1 يبقى 3، انزل تحت وعد 3 ديجيتس 1 2 3 وحط الديسمال بوينت بتاعتك، يبقى طلع لك ايه؟ طلع لك 420.912. متفقين؟ خد بالك ان المسائل بتاعتي كلها دلوقتي وانا بحلها معتمد انت حافظ التايم تيبل بتاعك ولا لا. حافظه ما عندكش اي مشكلة، خلاص هتحدد مكان الديسمال بوينت بتاعتك وانتهى الموضوع، لكن لو مش حافظ هيبقى عندك مشكلة كبيرة جدا في المنهج. تمام؟ بعد كده معايا 2.03 multiplied by 0.7، يلا من عند 7، 7 multiplied by 3 equals 21، 1 and carry up 2، 7 by 0 equals 0، 0 plus 2 نزلت 2 اهو، 7 by 2 equals 14. طب هنا الديسمال بوينت بتاعتك موجودة فين؟ موجودة after 1 2 وحط الديسمال بوينت after 2 digits. طب وهنا الديسمال بوينت بتاعتك موجودة فين؟ موجودة after 1 digit، 2 plus 1 يعني هنزل تحت كده وعد 3 digits وحط الديسمال بوينت بتاعتي 1 2 3 وحط الديسمال بوينت بتاعتك هنا، يبقى عندك 1.421. خلصت؟ متفقين؟ طيب السؤال اللي بعده هنا بيقول لك compare the products by putting less than greater than or equal. عايزة انبهكم بقى لحاجة مهمة قوي، هنا انا هتعامل معاك ان انت هتحاول تحلها منتلي. يعني ايه؟ يعني تبص كده وتقول اه دوت less than ده او ده greater than ده، بس من غير ما تاخد النمبرز بره وتبدأ تعمل multiply. الكلام اللي انا بقوله ده هيحصل امتى؟ لو لقيت ان النمبرز اللي قدامك have the same digits، عندها نفس الديجيتس. بمعنى بص كده النمبر الاولاني عنده ايه؟ عنده 7 و5، دي الديجيتس بتاعته. الناحية التانية في 7 و5 نفس الديجيتس اهو، هنا في 2 وهنا في 2 نفس الديجيت. الفرق فين؟ الفرق في مكان الديسمال بوينت بتاعتك، الفرق في مكان الديسمال بوينت بتاعتك. اوكي؟ طيب لما يطلع لك برودكت هنا، خد بالك انا مش بقول لك find the product، لكن انا بقول لك احنا هنحدد بس مكان الديسمال بوينت في البرودكت اللي هيطلع. لما يطلع لك برودكت هنا هتحط الديسمال بوينت بتاعتك فين؟ يميس ادي 1 2 وهنا بلس 1، يعني الديسمال بوينت بتاعتي هتتحط افتر 3 ديجيتس. هعد 1 2 3 ديجيتس وهروح حاطط الديسمال بوينت بتاعتي ايا كان النمبر اللي هيطلع لك، خد بالك. طب هنا لما يطلع لك برودكت هتحط الديسمال بوينت بتاعتك فين؟ يميس هنا محطوطه افتر 1 ديجيت وهنا افتر 1 ديجيت، يعني هعد 2 ديجيتس واروح حاطط الديسمال بوينت بتاعتي. عارف الكلام دوت اللي انا قلته دلوقتي؟ المساله بتاعتك خلصت خلاص. ايه رايك؟ النمبر لما يكون هنا وهنا ديجيتس زي بعض، هنا وهنا هيطلع لك نمبرز عندها نفس الديجيتس، نفس الديجيتس، تمام؟ بس هيختلف مكان الديسمال بوينت بتاعتك. واحد هيتحط الديسمال بوينت بتاعتك في after 3 digits والتاني هيتحط after 2 digits. ايه رأيك مين الكبير؟ طبعا ده، لان الهول نمبر اللي هنا هيكون اكبر من الهول نمبر اللي ايه؟ اللي هنا، يبقى ده هو اللي ايه؟ اللي اكبر. محتاجتش ان انت تاخد النمبرز بره وتبدأ تعمل multiply. انا بدي لك ايه؟ وقت في الامتحان، بكسبك وقت. اوكي؟ يبقى انت لو حددت مكان الديسمال بوينت بتاعتك خلص السؤال. متفقين؟ تعال نبص تاني نفس الكلام تاني اهو. لما يقول لك 4.2 multiplied by 153.2 والناحية التانية 4.2 multiplied by 15.32، خد بالك كده؟ هنا 4.2 هنا 4.2 زي بعض اهم، تمام؟ طيب وهنا 153 وهنا 15.32، مين يكسب؟ اكيد اكيد ده، اكيد ده اللي هيكسب. ها واضحة ولا لا؟ طب نوضحها اكتر. تعال نحدد مكان الديسمال بوينت بتاعتنا. ها
بالنسبة لما اجي اكتب البرودكت بتاعي التو نمبرز دول هتحط الديسمال بوينت فين؟ يا ميس بصي هنا موجودة افتر وان ديجيت وهنا افتر وان ديجيت، يبقى في البرودكت اللي هيطلع لي هعد تو ديجيتس واحط الديسمال بوينت بتاعتي. تمام. طب هنا لما تيجي تحط الديسمال بوينت بتاعتك هتحطها فين؟ يميس هنا محطوطة after one digit وهنا محطوطة after ادي one two digits، يعني لما يجي يطلع لي product one plus two يبقى three، يبقى هحط الديسمال بوينت بتاعتي after three digits ايا كانت digits، مش فارق معايا ايا كانت digits اللي عندك، انت بس هدفك مكان الديجيت مكان الديسمال بوينت بتاعتك. ليه؟ لان الديجيتس اللي هنا زي الديجيتس اللي هنا بالظبط. تمام. طيب لما يكون عندك ديجيتس هنا زي اللي هنا بالظبط وجيت حطيت الديسمال بوينت افتر 2 ديجيت بالنسبه للنمبر اللي هيكون هنا وهنا حطيتها افتر 3 ديجيتس، يبقى مين اكبر؟ طبيعي ده صح، لان الهول نمبر اللي هنا هيبقى اكبر من الهول نمبر اللي هيتكتب هنا. واضحه الفكره؟ طيب اللي بعده بصوا تاني السؤال ده اللي هو ايه، خد درجات اهو في الامتحان حتى لو انت مش حافظ التايم تيبل بتاعك اهو. بص كده انا معايا 13.9، بص كده 13. بص الديجيتس 139، ها 1.39، بص الديجيتس 139. طب هنا ملتبلايد باي 0.4 وهنا ملتبلايد باي 4، الديجيتس بتاعتك ايه؟ هنا في 4 وهنا في 4. تمام. يبقى البرودكت الديجيتس بتاعت البرودكت اللي هتطلع هنا ديجيتس زي بتاعت البرودكت زي الديجيتس بتاعت البرودكت اللي هيجي هنا، لكن اللي هيختلف ايه؟ مكان الديسمال بوينت بتاعتك. تعال نحدد بالنسبه للنمبر الاولاني، لما تيجي تحط الديسمال بوينت بتاعتك هيتحط فين؟ يميس هنا محطوطه افتر 1 ديجيت وهنا افتر 1 ديجيت، يبقى هعد 2 ديجيتس واحط الديسمال بوينت بتاعتي. طب هنا لما تيجي تحط الديسمال بوينت بتاعتك يميس هي محطوطه افتر 2 ديجيتس اهم، يبقى هعد 2 ديجيتس واروح حاطط الديسمال بوينت بتاعتي. ايه ده؟ هنا افتر 2 ديجيتس وهنا افتر 2 ديجيتس، يبقى التو نمبرز دول ايكوال. خلاص واضحه الفكره؟ معتمد ان انت فاهم، خد بالك. طب يلا تاني، ها انا معايا هنا الديجيتس عباره عن ايه؟ 234 وهنا 234. تمام. انا مش فارق معايا دلوقتي مكان الديسمال بوينت، انا باكد عليك اهو النمبر ده عنده ديجيت 5 وهنا في 5. طب اوكي لما اجي اعمل لهم تايم تيبل بقى وابدا اجيب البرودكت بتاعهم هيطلع لي نمبر هنا وهيطلع لي نمبر هنا، النمبرز دي عندها ذا سيم ديجيتس، نفس الديجيتس اللي هنا هتتكتب هنا، الفرق هيكون في مكان الديسمال بوينت. شوف انا شرحتها كم مره، يا رب الفكره تكون وصلت. ها لما اجي اعد بالنسبه للنمبر الاولاني ده الديسمال بوينت هتتحط افتر هاو ميني ديجيتس؟ هتعد 1 2 3 ديجيتس، يبقى هتحطها افتر 1 2 3 وتروح حاطط الديسمال بوينت بتاعتك. طب بالنسبه للنمبر الثاني ده يميس عندي هنا افتر 1 ديجيت وافتر 1 ديجيت، يبقى هعد 2 ديجيتس ادي 1 2 واحط الديسمال بوينت بتاعتي. يبقى طبيعي ان الهول نمبر اللي هيكون هنا هيبقى اكبر من اللي هنا، ما دام الديجيتس زي الديجيتس وجي حط ديسمال بوينت افتر 3 ديجيتس وحط هنا ديسمال نمبر افتر 2 ديجيتس، طبيعي ان ده هيكون اكبر، العلامه هتبص له. تعالى هدي لك اكزامبل بسيط كده على فكره افتر 2 ديجيتس الديسمال بوينت وهي بتتحط افتر 2 ديجيتس وافتر 3 ديجيتس. تمام. لو انا عندي the same numbers في الناحيتين، بص كده لو كتبت لك مثلا 145 وكتبت لك هنا 145، تمام، وقلت لك الديسمال بوينت هتتحط عند النمبر الاولاني after 2 digits اهي ادي 1 2 حطيت الديسمال بوينت، وعند النمبر التاني هحطها after 3 digits 1 2 3 وحطيتها هنا اهو بالمنظر ده. مين الكبير؟ طبعا هتيجي تحط هنا 0. مين الكبير؟ طبعا ده، صح ولا لا؟ اهو مع ان ده وده عندهم نفس الديجيتس، الا انك لما تيجي تقارن الديسمال بوينت بتاعتك هي اللي خليت لك ده اكبر من ده. بص كده عندك هنا في الهول بارت بتاعك زيرو، لكن هنا عندك الهول بارت في 1، طبعا ال1 يكسب وهكذا. يبقى مكان الديسمال بوينت بتاعتك يساعدك جدا ان انت تقارن بين النمبرز بتاعتك. واضحه الفكره؟ السؤال اللي بعده، ها معاك 1.01 multiplied by 0.1 والناحية التانية 10.1 multiplied by 0.1،
نفس الكلام. بص كده الديجيتس اللي هنا لازم تبقى بالترتيب زي بعضه يا شباب. يعني بص 101 هنا 101، طب هنا هوت 0101، اوكي؟ يعني الديجيتس مترتبة بنفس الترتيب، تمام؟ طيب يبقى البرودكت بتاعك لما هتيجي تحسب هنا وتحسب هنا هيدي لك the same digits، الناحية دي والناحية دي، واللي هيفرق بين التو نمبرز اللي قدامك مكان الديسمال بوينت بتاعتك. طيب بالنسبة للنمبر الأولاني ده لما تيجي تحط الديسمال بوينت هتحطها فين؟ هحطها يا ميس أفتر، أدي 1 2 3، هعد 3 digits كده وأروح حاطط الديسمال بوينت بتاعتي. طيب بالنسبة للنمبر التاني لما تيجي تحط الديسمال بوينت بتاعتك هحطها افتر اجي 1 وهنا في 1، يبقى افتر 2 ديجيتس هعد 2 ديجيتس واحط الديسمال بوينت بتاعتي، مين يكسب؟ سامعاكم بتقولوا هو ده، خلاص كده الفكرة وضحت، متفقين؟ السؤال اللي بعده هنا بيقول لك كومبليت 30 بلس 3000 بلس 0.3، الكلام ده ايكوالز ايه؟ تمام، نجمع الهول بارت مع بعض. طبعا الديسمال بورت لو عندك كان اكتر من ديجيت في الديسمال بورت كنت هقول لك هنجمعهم مع بعض. طيب الهول بارت بتاعك فيه 3000 in the 30، انزل يلا 3000 30.3، التنث بليز بتاعك فيه 3، واضحه الفكره؟ طيب هنا هو بيقول لك 2100 بلس 5.4، الكلام ده ايكوالز ايه؟ طيب 2100 دي يعني 0.21 بلس 5.4، الكلام ده ايكوالز ايه؟ ادي السؤال اهو انا ظبطته. طيب ابدا بص على ايه؟ على الديسمال بورت بتاعك، الميزان بتاعك مظبوط ولا لا؟ احنا متفقين عشان ينفع نجمع او نطرح ديسمال نمبرز لازم يكون عدد الديجيتس في الديسمال بورت زي بعضه. طب انا عندي هنا 2 ديجيتس لكن عندي هنا ايه؟ 1 ديجيت. طب اظبط الميزان بتاعك، هحط 0، فبقى عندك هنا 2 ديجيتس في الديسمال بورد وعندك هنا 2 ديجيتس في الديسمال بورد. اجمع بقى 1 بلس 0 يبقى 1، 2 بلس 4 6، قبلتك الديسمال بوينت نزلها 0 بلس 5 5، يبقى الكلام ده ايكوالز 5.61. متفقين؟ طيب بعد كده كتب لك 75.214 multiplied by 100. لما بعمل multiply by 100 الديسمال بوينت بتاعتي بتتحرك 2 digits to the right to the right، الهول نمبر بتاعك هيكبر. ها ادي 1 2 هتتحرك 2 digits هتيجي between ال 1 وال 4، ابدأ انقل النمبر بتاعك بقى، يبقى هينزل 7 5 2 1، تيجي الديسمال بوينت بتاعتك وال 4، متفقين؟ طلع لك ايه؟ طلع لي 7521.4، متفقين؟ طيب هنا بيقول لك if 25 multiplied by 5 equals 125، تمام؟ then مش هيدي لك الكلام ده الا لو هو هينفعك في الحاجة دي اللي هيسألك فيها، اوكي؟ طيب then 126 divided by 5 equals 25 ومعاك ريميندر قد ايه؟ بص كده الكلام ده هيفيدني ازاي؟ يا ميس انا عارف ان 25 multiplied by 5 الكلام دوت هيديني 125، تمام؟ فلما يزود لي على ال 125 دي ويخليها لي 126 ويقول لي divided by 5 هيديني 25 ومعايا ريميندر ايه؟ 1، هيبقى معاك ريميندر 1 اللي هو 126 minus 125، انت معاك remainder 1، متفقين؟ طيب بعد كده بيقول لك 600 minus 6000، الكلام ده equals how many thousands؟ طيب عشان ما حدش يتلخبط تعالوا نكتبهم في الديسمال فورم بتاعتهم ونحلهم وبعدين نكتب له هنا الحاجة اللي هو عاوز، تمام؟ 600 يعني 0.06 minus 6000 يعني 0.006، الكلام ده equals، احسب لو سمحت. ها بص على الديسمال بورت بتاعك، هنا في 2 digits وهنا في 3 digits، ظبط الميزان، حط الزيرو هنا، بقى عندك 3 digits هم و 3 digits هم، ابدأ اطرح 0 minus 6 can't be borrow 1، هيبقى هنا في 5 وهنا في 10،
10 minus 6 4 5 minus 0 5 و 0 minus 0 0 قبلتك الديسمال بوينت نزلت والزيرو بتاعك. ها الكلام ده ايه؟ الكلام ده 54 thousands. 54 thousands هو عايزك تكتبها له بقى بالشكل ده. اوعى تكتب كل النمبر ده، هتاخد بس 54 وهو كاتب لك كلمة thousands. متفقين؟ كده ايه؟ خلصنا السؤال التالت. السؤال اللي بعده choose the correct answer. 3.21 multiplied by 0.9 approximately equals a to the nearest tens. طب عشان اجيب approximately equals a، كأنه بيقول لك اعملي round to the nearest tens، لازم اجيب البرودكت بتاعي الاول. طبعا لازم ايه؟ اجيب البرودكت بتاع التو نمبرز دول الاول. اخدت التو نمبرز بتوعي بره همت عشان اعمل لهم multiply الاول. 9 multiplied by 1 equals 9، 9 by 2 equals 18، 8 and carry 1 up. 9 by 3 equals 27 plus 1 يعني 28. تمام؟ ابدأ حدد مكان الديسمال بوينت بتاعتك. طبعا هنا موجودة قدامك اهو after 2 digits 1 2 حطهم، وهنا موجودة after 1 digit. تمام؟ لما تنزل تحت 2 plus 1 يبقى 3، هتعد 3 digits 1 2 3 وتحط الديسمال بوينت بتاعتك. تمام؟ يبقى طلع لك 2.889. ده اولا، ده البرودكت بتاعك. هو عايزك بقى تجيبه to the nearest tenth. تمام؟ روح بص على التنس كده، في ايه؟ في 8 زي ما انت شايف. اعمل اللاين بتاعك وبعد كده اعمل السيركل على الهندردز بليس. خلي التنس يبص على الهندردز، بيبص عليها بور ولا ريتش؟ الديجيت ده بور ولا ريتش؟ ريتش يا ميس. يبقى هيدي للايت دي 1، هيدي للايت دي ايه؟ 1. تمام؟ وبعد كده خلاص انا مش عايز حاجه من ده ومن ده. اشطب بقى على الديجيتس دي عشان ما تلخبطكش. 1 بلس الايت 9، قبلتك الديسمال بوينت نزلها والتو نزلها، يبقى عندك 2.9 اهي. متفقين؟ هنا بيقول لك the decimal point in the product of 0.01 multiplied by 0.1 is after how many decimal places. هتعد كام ديجيت وتحط الديسمال بوينت بتاعتك. ده اللي احنا حلينا بيه السؤال بتاع الكمبير كله. الفكرة كلها اتعاملنا بيها بالطريقة دي. ها تعال نبص كده، هي موجودة هنا after 1 2 after 2 digits، وهنا after 1 2 plus 1 يبقى after 3 digits. يبقى لما هيطلع لي product هكتبه وحط الديسمال بوينت بتاعتي after 3 digits. متفقين؟ طيب هنا بيقولك 0.2 multiplied by 1.12. الكلام ده equals ايه؟ تعال نحسبها في مكانها سهلة. 2 multiplied by 2 equals 4، 2 multiplied by 1 equals 2، و 2 multiplied by 1 equals 2. حدد مكان الديسمال بوينت بتاعتك. بص كده، هنا after 1 digit وهنا after 2 digits، يبقى لما اجي عد هنا هعد 3 digits. ادي 1 2 3 واحط الديسمال بوينت بتاعتي واحط 0. طلع لك ايه؟ طلع لي 0.224. متفقين؟ طيب هنا بيقول لك if 35 multiplied by 47، الكلام ده equals 1645، then 3.5 multiplied by 0.47 equals a. ارجع تاني كده، هو مش هيدي لك المultiplication equation دي من غير ما هتكون بتساعدك. تمام؟ طيب تعال نشوف ايه علاقة ده بده. الناحية دي علاقتها ايه بالناحية دي؟ ها هنا 35 وهنا 3.5، هنا 47 وهنا 0.47. اه الديجيتس زي بعضها، ولكن هنا حطلك ديسيمال بوينت. يبقى البرودكت هنا هيطلع بنفس الديجيتس بتاعت البرودكت ده. بص كده، ادي 1 6 4 5. الاختلاف ايه؟ ان هنا هيكون في ديسيمال بوينت انت هتحدد مكانها بنفسك. يلا نحدد المكان. طيب هنا after 1 digit وهنا after 2 digits، يبقى هروح اعد 3 digits. ادي 1 2 3 واحط الديسمال بوينت بتاعتي، يبقى طلع لي ايه؟ طلع لي 1.645. واضحه الفكره يا شباب؟ بعد كده كاتب لك 5 thousands multiplied by 4، الكلام ده equals ايه؟
طيب يا ميس 5000 multiplied by 4 الكلام ده equals 5 by 4 يعني 20000. تمام. طيب مش موجودة قدامي في الاختيارات، تعالى نكتبها بالديسيمال فورم بتاعتها. الكلام ده equals 20000 يعني 0.020. مش موجودة قدامي في الاختيارات، طب الكلام ده 0.020 equivalent مع مين؟ يمس انا لو شلت الزيرو ده هيفضل عادي يعني equal 0.02. ده موجود قدامي اهو، واضحة الفكرة؟ يبقى انت كتبت بص كام صورة لغاية ما وصلت ان ده هو ده هو ده. ده هو مديني واحدة منهم اهي، مدي لك equivalent. تمام. طيب بعد كده بيقول لك by using the opposite area model. by using the opposite area model، الاريا موديل اللي هو مديها لك دي، find m plus n. خد بالك كده، روح على الاريا موديل، m هي وn هي، وعشان تجيب m plus n لازم تجيب الفاليو بتاعت m من على الرسمه اللي قدامك، وتجيب الفاليو كمان بتاعت n من الرسمه اللي قدامك بتاعت الاريا موديل. طيب m ديت المفروض ان m multiplied by 2 يدي لك 6. ايه النمبر اللي لما تعمل له multiply by 2 يدي لك 6؟ يعني 3. يبقى ال m بتاعتك equals 3. بشكل تاني ممكن تقول لي 6 divided by 2 equals 3، 6 divided by 2 equals 3 اللي هي ال m. تمام. طيب اجيب ال n ازاي؟ خد بالك كده، ال n الاريا بتاعت الريكتانجل ده. تمام. يبقى انت مطلوب منك تعمل ملتبلاي ل 0.4 ملتبلايد باي 0.7. طيب 4 باي 7 يعني 28، والديسمال بوينت بتاعتك هتيجي بص كده، هنا في 1 ديجيت وهنا في 1 ديجيت، هتيجي افتر 2 ديجيتس ادي 1 2، تحط الديسمال بوينت بتاعتك بالمنظر ده. يبقى ال n بتاعتك ايكوالز 0.28. تعالى بقى نحط هنا، طلعنا ال m بكام؟ ب 3 بلس ال n بتاعتك طلعت بكام؟ 0.28. يبقى m بلس n، اجمع التو نمبرز اللي قدامك يبقى 3.28. متفقين؟ خلصنا الشيت بتاعنا. ما تنسوش تدعولي دعوه حلوه بظهر الغيب، وتكتبوا لي تعليق حلو تشجعوني بيه اكمل معاكم. لايك وشير يا شباب عشان الكل يستفيد. سلام عليكم.